عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة سكت وجواد. اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا على اسباب احتباس السوائل في الجسم وطرق التخلص منها. ان شاء الله نبداو بالاسباب اللي كيخليو احتباس الماء بالجسم. السبب الاول والرئيسي وبزاف بزاف بزاف اللي كيعانيو منه هو تناول كميه كبيره من الاملاح التي تحتوي على الصوديوم الذي يؤدي لاحتباس الماء بالجسم. دونك خصنا ما نتناولوش بزاف ديال الاطعمه اللي كتكون عامره بالملحه. والثانيه هو الافراط في تناول الكربوهيدرات. الناس اللي تتكون ما متبعات لا دايت لا والو كيكون عندها افراط في تناول الكربوهيدرات مما يؤدي الى احتباس السوائل في الجسم. الثالثه وهي الحاله الثالثه وهو الجلوس لفتره طويله الى تورم القدمين واليدين وتقلص العضلات. والسبب الرابع اللي هو ضعف في الأوعية الدموية لكي تأثر على تدفق ديال الدم إلى القلب. الله يعافينا ويعافيكم الإخوان. ومن الأسباب أيضا هو تناول بعض الأدوية ديال مثلا ارتفاع ضغط الدم ولا ديال السكري ولا ديال المضادات الالتهابية. ارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول في الذات. بالنسبة لهرمون الكورتيزول هو الهرمون الرئيسي المرتبط بالتوتر والاستجابة للكر والفر، ويعد هذا ردا طبيعيا ووقائيا عند الشعور بالتهديد او الخطر. المغزى ديالنا اللي خصنا نعرفو حنا انه هذا الهرمون هذا الى ارتفع في الذات ديالنا، نسبة ديالو ارتفعت في الذات ديالنا فكيؤدي الى ايضا توتسام في احتباس السوائل في الذات. ومن الأسباب أيضا عند النساء وهي فترة الحمل، تتسبب اكتساب المرأة ماء زائد بالجسم الناتج عن التغيرات الهرمون. يعني الناس العيالات الحاملات ما عندهم شي حل آخر ما عاد أنها تفوت ديك الفترة إن شاء الله بإذن الله. غادي نعطيو بعض الحلول اللي تخفيف أما هاد الحالة هادي ضروري تتفوت ديك الفترة. ومن الأسباب أيضا حبوب منع الحمل، يعني حبوب منع الحمل كذلك تؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم، وكذلك عند النساء أيضا وهي فترة الطمث وهي الفترة اللي قبل الحيض، يعني الدورة الشهرية عند النساء كما تلاحظون في الصورة إخواني أخواتي في الله. ودابا غادي نتكلموا على كيفاش نعالجوا هذا الاحتباس ديال الماء ولا على الأقل نخففوه. أول حاجة هو شرب الماء بكفاية. ديما كنوصي عليها انه الماء ماشي غنشربو دقه واحده وقولي اشرب جوج لتر، لا غتشربها على طول اليوم. وديجا حطيت لكم طريقه شرب الماء في رمضان راني حطيتها على الصفحه ديالنا. الحاجه الثانيه اللي خصنا نديروها هو تقليل من الملح. كميه الملح في الطعام ديالنا خصها تكون قليله، وخصوصا الناس المتبعين الدايت خصهم يديروا ملح الهيمالايا ماشي ايتها ملح، الملح العادي ما خدامش. حاجة أخرى وهو تناول الأطعمة اللي غنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم. المغنيسيوم والبوتاسيوم كيف تلاحظوا في الصور غيبان لكم الأطعمة اللي متكون منها المغنيسيوم والبوتاسيوم، وأنا بدوري غادي نعطيكم واحد كنسميه واحد العصير سحري للتخلص من احتباس في السوائل. دابا غادي نعطي لكم هذا هو المحلول اللي قلت لكم، الكرافس، الحامض، خل تفاح والماء. مجرب 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 من عدة ديال الإخوان والأخوات في المجموعة ديالنا، الحمد لله في يومين ثلاثة يوم تيقول لك أودي تفشيت. إيوا هادشي اللي عطا الله وعدا، جربوه وردوا علينا الخبر، خصوصا الناس اللي كيعانوا من احتباس في السوائل. وكذلك من الحلول وهو فيتامين بي 6. كاين بزاف الأطعمة كيف تلاحظوا في الصورة اللي كتحتوي على فيتامين بي 6 تقدروا تناولوها، تا هو من حلول احتباس الماء. والحل الاخراني وهو الرياضه. ديما كنوصيكم على الرياضه، هذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو هذا، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساو سبسكرايب الناس الجدد، لايك. ما بقى لي الا نقول لكم طلعوا فريسكم، السلام عليكم.